الآن مباشرة لمراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، ما الذي يجري الآن؟ لماذا اشتعلت الأمور؟ كنت معنا قبل ساعة من الآن تتحدث بأن هناك يعني استقرار حذر، ما الذي حدث؟ ما المشاهدات الآن؟ ربما الهدوء على طول الحدود اللبنانية الجنوبية كان هدوءا حذرا على مدار الساعات الماضية وتحديدا منذ 9:30 مساء الأمس، ولكن هذا الهدوء انقلب مرة أخرى وتحول إلى تبادل قصف بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وتحديدا في منطقة جنوب صور، حيث أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنها رصدت صواريخ أطلقت من جنوب مدينة صور نحو إسرائيل، فيما ردت إسرائيل بقذائف في مناطق الضغيرة، عدد من المناطق الأخرى في طول الحدود اللبنانية وتحديدا في القسم الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية. طيب، لكن من نفس الفصائل الفلسطينية الموجودة أحمد؟ لم تعلن حتى الآن جهة مسؤوليتها عما حدث، وبالتالي هذا هو أمر مرتقب خلال الساعات القليلة المقبلة لتعلن جهة مسؤوليتها عن هذا القصف من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. ولكن هذه المنطقة تم من خلالها أمس التسلل والذي نفذه عدد من الفلسطينيين باتجاه الأراضي الفلسطينية، وكان سبباً في تأزم الوضع على الحدود في المنطقة الغربية تحديدا بالأمس. طيب، ذكرت بأن هذه المنطقة هي نفس المنطقة التي شهدت تسلل بالأمس، وبالتالي أليس مستغرب أن تترك نفس المنطقة بدون تمشيط؟ هناك عمليات تمشيط كبيرة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وأيضا الجيش اللبناني، ولكن المساحات شاسعة، بالإضافة إلى أن القطاع الغربي أو القسم الغربي من الحدود الجنوبية هي مساحة كبيرة جدا تم من خلالها أمس تنفيذ عملية التسلل، وفي منطقة أخرى أيضا في القسم الغربي تم تنفيذ إطلاق الصواريخ منذ قليل. طيب، القسم الغربي من الحدود الجنوبية أحمد كما ذكرت لي هو مساحته شاسعة، ويبدو بأنه نفس المكان اللي حدث فيه أيضا عمليات تسلل بالأمس. طبيعة الهجوم الصاروخي اللي حدث من تلك المنطقة وطبيعة التأهب الإسرائيلي على الجانب الآخر للتعامل معه؟ بالتأكيد هناك تأهب إسرائيلي كبير رصدناه اليوم من خلال جولة كبيرة على الحدود حتى في تلك المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ منذ قليل، ولكن طبيعة الصواريخ وتحديد أهدافها وما أسفرت عنه ربما لا توجد معلومات كافية في الجانب اللبناني عن هذا الأمر حتى الآن. والمعتاد على مدار اليومين الماضيين مثل هذه العمليات على مدار الشهور الماضية أن يصدر بيان عن الجهة التي تتبنى تنفيذ هذا الحدث أو هذا العمل، تشرح فيها التفاصيل وتحدث فيها المنطقة، أيضا بيان من الجيش اللبناني، وذلك بعد عمليات التمشيط والحسابات والتنسيق مع اليونيفيل يحددون بدقة مكان إطلاق الصواريخ والجهات التي استهدفتها داخل إسرائيل. فبالتالي خلال ربما الساعات القليلة المقبلة ستصدر كافة التفاصيل عن طبيعة إطلاق هذه الصواريخ والجهة التي تتبنى هذا الأمر. اليونيفيل في تصريح الآن وأنت يعني تحدثنا أحمد، نواصل اتصالاتنا لتهدئة هذا الوضع الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذه إذن صورة مباشرة التي نراها الآن من تلك المنطقة التي استهدفت من قبل الجانب اللبناني. يعني نحن في الأحرى منتظرين مزيد من المعلومات والتفاصيل حول أي جهة الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية باتجاه إسرائيل، لأنه بالأمس كان هناك مسؤولية من قبل فصائل فلسطينية في لبنان، وأيضا حدث بالأمس تسلل من ذات المنطقة إلى داخل إسرائيل وهو القسم الغربي من الحدود الجنوبية كما أفاد مراسلنا أحمد سنجاب. أحمد، عملية التمشيط في تلك المنطقة مهمة اليونيفيل؟ بالتأكيد هي مهمة اليونيفيل، بالإضافة والتعاون مع الجيش اللبناني، فوفقا لمهام عمل اليونيفيل أنها تساعد الجيش اللبناني في ضبط الحدود اللبنانية وأيضا في عمليات التمشيط ومنع دخول السلاح وأيضا ضمان الاستقرار والأمن في هذه المنطقة الحدودية. واليونيفيل تقوم بهذا الدور منذ عدة سنوات، وربما اكتسبت خبرات طويلة في هذا الأمر وتحديدا في مناطق الجنوب اللبناني والمناطق تحديدا أكثر
التي تستخدم. طيب أحمد، عندما يصرح اليونيفيل بأنه يواصل اتصالاته لتهدئة الأوضاع، مع من يتصل؟ اليونيفيل يتصل بشكل أساسي مع السلطات الرسمية في الدولة اللبنانية وأيضا السلطات الرسمية في الجانب الإسرائيلي، وربما كانت هناك زيارات لقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالأمس، لقائد الجيش اللبناني في اليرزة، وأيضا لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر رئاسة الحكومة. كان الهدف من هاتين الزيارتين بشكل أساسي هو بحث الأوضاع على الجنوب اللبناني. ربما توصل قائد اليونيفيل في اللقاءين إلى ضمان موقف الحكومة اللبنانية الذي أعلن عنه أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالأمس، من أن الأولوية المطلقة للحكومة في الفترة المقبلة هي الحفظ أو حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني وضمان تنفيذ القرار رقم 1701 لمجلس الأمن الدولي الصادر عام 2006 والذي يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بضمانة من اليونيفيل. هذا التصريح من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ربما يعطي طمأنينة لليونيفيل بأن لبنان ملتزم بشكل كامل على المستوى الرسمي بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد على الجبهة اللبنانية الجنوبية وفتح جبهة جديدة. ولكن ربما هناك خروقات لهذا الأمر، فأمس الأول أطلق حزب الله اللبناني. طبعا يعني نستوضح منك الكثير من التفاصيل في خدماتنا الإخبارية اللاحقة. أكتفي معك الآن بهذا القدر أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية في الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تقول أو يقول جيش الاحتلال إذن الآن اعترضنا 4 صواريخ من لبنان وسقوط 10 بمناطق مفتوحة.